في هذا العدد سنتعلم كيفية التسجيل في دورة شهادة البكالوريا 2022. كما تلاحظون نقوم بكتابة هذه العبارة، سأترك لكم العبارة وأترك لكم رابط الموقع المباشر. بعد كتابة العبارة في المتصفح الخاص بنا يظهر لي هذا الموقع، نقوم بالدخول إليه. نحن سنريكم الطريقة الصحيحة والكاملة. نضغط هنا على التسجيلات، أضغط على هذا الرابط. كما تلاحظون ينتقل بي إلى عملية التسجيل في شهادة البكالوريا لدورة 2022، أو تستطيع الدخول إلى الرابط تجده بهذه الطريقة. تنتقل بك مباشرة إلى واجهة التسجيل. كما تلاحظون نقوم هنا بالضغط على شروط وحقوق التسجيل في امتحان شهادة البكالوريا. تظهر لي هذه الشروط، تستطيع قراءتها كاملة، لكن نحن سنقوم بالتسجيل مباشرة. هنا كما تلاحظون يقول لك انقر هنا للتسجيل لأول مرة في الموقع، وهنا يقول لك انقر هنا لتصحيح الخطأ، انقر هنا لتصحيح خطأ أو إعادة طبع الاستمارة. نحن سنقوم بالضغط على هذا الزر. كما تلاحظون هنا تختار الولاية، هنا تحدد نوع التسجيل، مترشح حر مديرية التربية، مترشح حر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد المقصود بها المراسلة، أو مترشح حر مؤسسة إعادة التربية. نحن سنختار الخيار الأول. هنا تحدد المؤسسة، هنا تختار الشعبة، هنا كما تلاحظون حدد الأمازيغية، لا غير معني بالأمازيغية. هنا كما تلاحظون يقول لك حدد التربية البدنية، نعم أمارس التربية البدنية، أو تستطيع تخطي التربية البدنية في شهادة البكالوريا. نحن سنقوم بالضغط على أنا أمارس التربية البدنية. هنا بالنسبة لي كم ترشحت للبكالوريا، تختار هنا كم عدد المرات التي ترشحت فيها لشهادة البكالوريا. سنقوم بالضغط للمرة الثالثة. هنا كما تلاحظون يقول لك هل تحصلت على شهادة البكالوريا؟ نعم حصلت على شهادة البكالوريا. بالنسبة للأشخاص الذين لم ينجحوا في شهادة البكالوريا يقوم بدفع مبلغ حوالي 3000 دينار جزائري، أما بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم وأن نجحوا في شهادة البكالوريا سيدفعون مبلغ 5000 دينار جزائري. نقوم بالذهاب هنا إلى الأسفل، تقوم بتحديد الجنس، وهنا تقوم بكتابة رقم شهادة الميلاد. بالنسبة لرقم شهادة الميلاد كما هو موضح أمامكم هنا تجده في أعلى يمين شهادة الميلاد الخاصة بك، وهو يتكون من 5 أرقام. تقوم بكتابته، ثم تذهب هنا إلى اللقب، تقوم بكتابة اللقب الخاص بك باللغة العربية والاسم باللغة العربية. هنا تقوم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك، اليوم والشهر والسنة. وهنا كما تلاحظون تختار مكان الميلاد. بالنسبة لمكان الميلاد ليس هو نفس مكان الإقامة، فتجد بعض الأشخاص ولدوا في مدينة وهران لكن ترعرعوا في ولاية الجزائر، لذلك نحدد المكان الذي ولدنا فيه. هنا بلدية الميلاد، هنا كما تلاحظون الجنسية الجزائرية. هنا تقوم بكتابة اسم الأب ولقب الأم، اسم الأم. هنا في حالة ما كنت ذوي احتياجات خاصة تقوم بكتابتها. هنا تقوم بكتابة بلدية الإقامة، وهنا تقوم بكتابة عنوان الإقامة بالعربية. في حالة ما كان لديكم صندوق بريد قم بكتابة صندوق البريد الخاص بك. تكتب هنا اللقب بالفرنسية، وهنا تكتب الاسم بالفرنسية. تكتب هنا رقم الهاتف كامل، وتقوم بكتابة البريد الإلكتروني هنا، ثم تقوم بكتابة اسم مستخدم باللغة الفرنسية. تكتب كمثال اسمك بالفرنسية زائد بعض الأحرف أو الأرقام. تكتب الرقم السري، يجب عليك تذكر الرقم السري، الرقم السري يتكون عادة من 4 أرقام، وتقوم بالإجابة على هذا السؤال، ثم تضغط هنا على طبع الاستمارة. سنقوم بعملية التسجيل لرؤية الوثيقة النهائية. كما تلاحظون هذه هي الوثيقة، تقوم هنا بالضغط على طباعة الاستمارة، تجد جميع المعلومات الخاصة بك،
وفي حالة ما قمت بالتسجيل لكنك فقدت الوثيقة تستطيع هنا إعادة طبع الاستمارة. كما تلاحظون تقوم بتحديد الولاية ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم والرقم السري، تقوم بالإجابة على هذا السؤال ثم تضغط هنا على إعادة طبع الاستمارة. نتمنى حظ موفق لجميع المجتازين لشهادة بكالوريا دورة 2022. شكرا لكم على المشاهدة.